يا ترى حبيتك عشان جمالك ولا عشان شخصيتك؟ المونتاج بالنسبة لي ليه معنى شخصي. قصة طفل كان طول عمره بيحلم ان هو يبقى عنده عربية مونتاج، يحلم يشتريها، وصحابه كانوا بيتريقوا عليه. الطفل ده كبر، اشتغل وتعب لحد ما في يوم من الايام قدر ان هو يشتري العربية اللي طول عمره بيحلم بيها. المونتاج بالنسبة لي معناها انه الاحلام ممكن تتحقق. انه الاحلام ممكن تتحقق. I'm not sure.